لهم 15 يوم، قالوا لنا العدو راه منتظر فيكم راه جاي، روحوا قد الوقت. شدينا بلايس عندي تساور تاعها، شدينا بلايس من بعد على وين نحط الكوبتير تاع بومدي في لاكولين. وللعلم الكولين هذا كنت مقايب لنايا، والتوي عندي تصويره. عبد المجيد بوصبيع قال لي الطاهر هنيني راهي الدبابه تاعك تضرب اسمها لا تربين اوفيسيال، قال لها وعندك اسمها البيلدوزير نظف بلاصك وسقم حيث كوني حارب الظفر هكا شوي 18000 فولت تروح الدنيا كل وستابيليزاتور على بالك كي يضرب هذا كون يكون الدبابه تمشي في 50 كيلومتر في الساعه وتكون محفر ستابيليزاتور هذا يشد الكانون يشد النيشان تاعك يوا تشد بلاص هاي وين الدبابه هذه تروح لها عرف احمر مازال فيه شوي حموري تضربه لا السينيالي وتقول لك وين راني يا القايد وتطفيها واحد فيك الوقت روسية روسية دبابة روسية 62 هذه لا احنا درنا 34 و55 شو هذه فيها تعتبر هذه ولا تعال ها تعتبر هذه هذا قال لك راني كنت معاهم لا 63 شوف في المناورة تاع 63 وين المناورة الثانية حضرتك في الضالي درناها في الضايع ما بين بسكر وبريك ضايع بالضحوة ها ضايع بالضحوة لا 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 ضايع هذه اخرى منا هذيك الضايع الضايع ياسر ضايع ضايع كنا نقول زبون زبون ولا حاجه كاين ضايع بين جلفه ثاني وتيرت كان مدينه يقول ضايع بالضحوة